استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء أكد سموهما أن مملكة البحرين استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في مجال التنمية المستدامة في شتى المجالات، مرتكزة في ذلك على الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسواعد أبنائها الذين أثبتوا قدرتهم على التفوق والإبداع في شتى المواقع. وشدد سموهما على أن تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية يفتح آفاقا متجددة لاستدامة النمو الاقتصادي ويعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتي تتزايد بشكل متسارع، مشيرين سموهما إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات عديدة عززت من تنافسية اقتصادها ومرونته في مواجهة مختلف التحديات. كما استعرض سموهما آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وما تشهده بعض الدول من أحداث تحتاج إلى مزيد من الوعي والتماسك والعمل البناء لحفظ أمنها واستقرارها.